مشاهدينا مشاهدي برنامج نوبة اندو باندو، برحب بيكم معانا وحلقة جديدة من البرنامج، واللي بنقدمها من داخل منطقة الجزيرة بأسوان، وبالتحديد من داخل نجع العمرات. مشاهدينا ومن داخل منطقة الجزيرة بأسوان، وبالتحديد من داخل جمعية نجع العمرات بالجزيرة، بيسعدنا ان احنا يكون معانا الأستاذ محمد المهدي، واللي هيدينا نبذة عن تاريخ منطقة الجزيرة. بنرحب بيك معانا أستاذ مهدي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بتلفزيون طيبة، وإن شاء الله يعني تقضي وقت معانا ممتع ومفيد بإذن الله. لو اتكلمنا على الجزيرة، الجزيرة طبعا هي إحدى قرى النوبة،
والمكان الموجود فيه أو المنطقة اللي موجودة فيها الجزيرة حاليا مش هي دي، مش هو ده المكان الأصلي القديم اللي كانت فيه البلد القديمة بتاعتنا. الجزيرة الاسم النوبي بتاعها اسمها أبد نارتي. يعني بمعنى إيه بقى أبد؟ أبد يعني جزيرة، وأبد يعني النبات بيطلع كده رباني اسمه، النبات ده اسمه العشر، والنارتي يعني جزيرة. ففي أسوان نارتي، في أبد نارتي، في أنبون نارتي، كلها دي مجموعة جزر كانت بتوجد في الشلال الأول اللي هو كان بداية منطقة النوبة. والباحثين والمؤرخين بيأكدوا على أن أول مكان للجزيرة أو أبد نارتي كان في المنطقة اللي وقع ما بين خزان أسوان والسد العالي، القديمة اللي في قبل المنطقة، قبل البنية التحتية بتاعت الخزان أو بتاعت سد أسوان الأول اللي هو سنة 1902. لما بدأوا في بناء الخزان سنة 1902 كان من المفترض أن يبقى فيه طرق لتنقل المعدات اللي هتشتغل في السد في الخزان أسوان. فنتيجة لعمل هذه الطرق كان هيتم تهجير بعض القرى، وكانت من ضمن القرى دي أو الجزيرة دي اللي هي أبد نارتي. وكان في ذلك الوقت بيطلق عليها كما يقال زايد نشي. زايد نشي يعني منطقة الشيخ زايد أو منطقة زايد، وده كان هو يعني أحد أجداد أهل الجزيرة. ثم بعد ذلك انتقل أهل الجزيرة من منطقة زايد نشي إلى أبد نارتي اللي هي جزيرة العشر النبات الرباني ده. وبعد كده برضو تم انتقال أهل الجزيرة للمرة الأخيرة كانت على ضفاف النيل في المنطقة الموازية للمنطقة الحالية. وبرضو مع مرور الزمن كان بعد 56 من المفترض أن يبقى فيه سكنات عسكرية في كل محافظة، فكان النصيب الأغلب من أراضي الجزيرة اللي هي أنه يتعمل فيها سكنات عسكرية، واللي هي حاليا منطقة قطاع أسوان العسكري بداية من قطاع أسوان العسكري، وكله كان جزء من أجزاء أو من المنطقة اللي كانت خاصة بأهالي الجزيرة. وإلى أن تم على المكان الحالي الموجودة في الجزيرة بتبدأ من تقريبا من منطقة المطحن أو جنوبا يعني إلى شمالا لغاية كلية الهندسة.
حضرتك مرشد سياحي مرشد ألماني، نقول يعني وجودك كمرشد سياحي وكشخص من النوبة يعني منطقة الجزيرة بالتحديد، بتبقى أنت أقدر على توصيل معلومة للسائح عن الحضارة النوبية بشكل صحيح ولا؟ بالفعل ده يبقى أحد الأدوار المهمة بالنسبة لنا، وخاصة وإن احنا بنعمل دايما في منطقة أسوان، ومنطقة أسوان غنية بالآثار الموجودة والآثار النوبية. وإن كان النوبة كتاريخ معروف لدى العالم كله إن النوبة من الشعوب الأصيلة من الشعوب القديمة، واحنا عندنا خير دليل على ان النوبه منتشره في العالم كله، في مجموعه من المعابد النوبيه موجوده حاليا خارج مصر، على سبيل المثال مثلا معبد داوود موجود في اسبانيا في مدريد في احدى الميادين الهامه الكبرى في مدينه مدريد، وفي معبد طافه موجود في هولندا، وفي معبد دندور موجود في متحف المتروبوليتان في امريكا، ودي كلها معابد نوبيه وهي شاهده على نفسها وتاريخ النوبه. طب بيكون رأي ايه مثلا السائح الألماني لما بيجي أسوان وبيتعرف على الحضارة النوبية، هو بياخد الفكرة من هنا ولا هو بيكون واخد فكرة مسبقا من القراية عن الحضارة النوبية وبيجي بيأكد المعلومات بتاعته بان هو بيجي في نفس المكان؟ يعني هو ده بيتوقف طبعا على طبيعة او على جنسية السائح نفسه. في كتير من الدول او القادمين من دول أوروبا تحديدا بيبقوا عندهم دراية ودراسة وبيبقوا قاريين كويس عن تاريخ مصر القديم وتاريخ النوبة، فبالتالي ده بيبقى جاي وعنده معلومة، فإحنا بيبقى دورنا ساعتها يا إما نأكد له هذه المعلومة يا إما نصحح حاله إذا كان فيها أي أخطاء، فده غالبا بيبقى في جنسيات معينة. إنما حتى باقي الجنسيات اللي هي ما بتعرفش حاجة عن النوبة، بمجرد ما بتعرف تاريخ النوبة بتقدر قد إيه كان الشعب ده شعب أصيل، وكان شعب عنده عاداته وتقاليده وتراثه وحضارته الخاصة اللي هي ما زالت مستمرة إلى الآن مع الإنسان النوبي. يعني أكتر جنسية بتهتم بالحضارة النوبية إيه؟ نقول الجنسيات الأجنبية اللي بتيجي أنا كسياح يعني. هو يمكن من واقع الحياة ده حاليا دلوقتي ده مش فيه بس مثلا كجنسية ومهتمين، لا ده في البعض من الأوروبيين يكاد يكونوا بدأوا يعني يتحدثوا باللغة النوبية. يعني أنا أعرف طبعا كتير من الألمان باعتبار أن أنا مرشد ألماني باحثين في اللغة النوبية وبيختلطوا بالنوبيين سواء كان في مصر أو السودان وبيتحدثوا باللغة النوبية. الشعب اللي بيالي الشعب الألماني حب في دراسته وعمق الدراسة في تاريخ النوبة الفرنسويين، الحقيقة برضه هم من الأجناس اللي هي بتهتم بدراسة تاريخ النوبة، يعني على أنها على اعتبار أنها من الشعوب الأصيلة. Yeah.
استاذ محمد، النهارده احنا موجودين في نجع العمراب هنا، وبرضه ناخد فكره بقى عن نقول الخدمات اللي موجوده هنا، او انتوا كمس يعني متطوعين او موجودين هنا في الجمعيه، نقول الخدمات اللي بتقدم للشباب هنا. هو الحمد لله يعني احنا عندنا دلوقتي في مجموعه من الشباب، انا مش هقدر اقول الكل طبعا، لكن في شباب عندهم حماس للعمل العام والتطوعي، للوقوف على احتياجات البلد ومتطلباتها والعمل على حلها. وبدات سلسله من الاجتماعات، والاجتماعات دي ان شاء الله يعني اتفقنا فيما قادم ان هي تكون اجتماعات دوريه. على سبيل المثال اتحدد مثلا اول خميس من كل شهر هيبقى في اجتماع في قريه من قرى الجزيره للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات بتاعت البلد. واحنا تقريبا بنحاول نخلي الشباب يعني نجاوب على السؤال اللي دايما بيشغل اي او يؤدي الى تقدم في اي منطقه، ماذا نفعل ومتى؟ يعني ماذا سنفعل ومتى؟ ده بنحاول نخلي الشباب يقولوا احنا عايزين ايه؟ تحديد مسؤوليات، تحديد ادوار حسب المشاكل او الاحتياجات اللي هم عايزينها يعني. بالظبط. واحنا في هذا المقام احنا برضه رحنا وافد من البلد ورحبنا بالسيد المحافظ على توليه محافظه اسوان، محافظه اسوان الجديد، وفي نفس الوقت وجهنا له الدعوه على زياره قريتنا لعرض هذه المطالب او الاحتياجات بتاعت البلد، وبنقدم له برضه معاها الحلول المقترحه مننا يعني. في تسهيل يعني انتوا ادرى بالمشكله نقول اللي موجود فيها يعني. طبعا، وبنأكد على ان احنا بنقف جنبا الى جنب مع اي جهاز تنفيذي موجود لحل موضوع عندنا في البلد، ووعدنا برضو سيد المحافظ وسيد النائب بان احنا خلفهم لحل كل احتياجات ومتطلبات الشعب الاسواني عامه وشعب الجزيره، قريه الجزيره خاصه يعني. استاذ محمد مهدي، احنا بنشكر حضرتك وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الف شكر لحضرتك. احنا بنشكركم وبنشكر قناه طيبه من خلالكم، وان شاء الله دايما موفقين باذن الله.
مشاهدينا، وفي نهاية حلقتنا من برنامج نوبة اندو ماندو واللي قدمناها من داخل جامعة نجع العمران بمنطقة الجزيرة بأسوان، بنشكركم وإلى اللقاء وحلقة جديدة من البرنامج.